تعرض المرأة مشاهدينا خلال فترة حملها للعديد من المشاكل التي تهدد صحة أسنانها، حيث تؤثر التغييرات الهرمونية والبيولوجية التي تطرأ على جسمها خلال هذه الفترة سلبا على أسنانها. صحيح راوية، بالإضافة إلى مشاكل تصيب اللثة أيضا. عن هذا الموضوع نستضيف معنا اليوم الاختصاصي في طب الأسنان الدكتور صلاح أبو حطب مباشرة من رام الله. دكتور صلاح صباح النور، عم تسمعنا؟ صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله. دكتور صلاح، بداية أخبرني ما علاقة مشاكل الأسنان واللثة مع الحمل؟ أكيد طبعا، مرحلة الحمل هي مرحلة طبيعية ممكن تمر فيها الست المتزوجة، بتمر فيها بتغيرات هرمونية، بتغيرات معادلات الجسم وعمليات الأيض في الجسم، بالتالي هذه التغيرات راح تأثر أكيد على أسنانها. ممكن تكون نتيجة التغيرات الهرمونية، التغيرات الغذائية، التغيرات النفسية، بالتالي المرأة الحامل راح تتعرض لمشاكل في الأسنان إذا ما اهتمت وإذا ما تعاملت مع الموضوع هذا بأهمية. نعم دكتور، دائما بنسمع بأنه الجنين ببطن أمه هو بيتغذى على الكالسيوم من والدته، من عظامها ومن أسنانها، هل هذه المقولة صحيحة؟ يعني هل مرتبط مشاكل الأسنان لدى الأم بموضوع أنه عم تعطي جزء كتير كبير من صحتها لطفلها؟ تمام، المعلومة هاي إلى حد ما صحيحة، لأنه الطفل بيعتمد على بغذائه، مصدره الأساسي للغذاء هو الأم، بالتالي غذاء الأم معروف أنه راح يتقسم عليها وعلى الطفل، فأي تقصير في غذاء الأم راح يستمد الطفل غذائه من مكونات جسم الأم، يعني من الكالسيوم تبع العظم تبع الأم، بالتالي الأم لازم تحرص أنه يكون غذائها سليم، غذائها متكامل، بيحتوي على الفيتامينات، بيحتوي على العناصر الغذائية جميعها، عشان ما توصل لمرحلة أنه الجنين يتغذى على مكونات جسمها. طيب بحال أنه شعرت الأم بوجع بأسنانها، كيف فيها تتعامل مع هذا الوجع؟ ومتى تستدعي الحالة زيارة الطبيب؟ هلأ في حال حدوث ألم في الأسنان، يعني مهما كانت يفضل استشارة طبيب الأسنان، أنه الأم لا ما تروح دايركت أنها تأخذ أدوية مسكنة أو علاجات على يعني على مزاجها أو خلطات معينة بغرض تقول أنا حامل ما بدي أروح أزور دكتور أسنان خطر، لا ما في أي خطورة، لازم في حال حدوث أي ألم حتى وإن كانت بسيطة تروح لدكتور الأسنان، تعمل فحص كامل، تعمل شيك أب كامل، أكيد طبيب الأسنان رح يوجهها صح إذا كان السبب بيحتاج تدخل للطبيب أو ممكن نصائح عادية يكون وجع عرضي. نعم، دائما بيقولوا أيضا أنه في الأشعة السينية اللي بيستخدمها طبيب الأسنان بعيادته بتأثر على صحة الجنين. برأيك شو هي يعني ما هي الحالات التي تستدعي تدخل فوري، وما هي الحالات التي يعني تحتمل التأجيل إلى ما بعد الولادة؟ نحكي بس عن موضوع الأشعة واستخدام الأشعة في طب الأسنان. الأشعة المستخدمة في طب الأسنان هي يعني بقوة بتكون ضئيلة جدا، يعني مش عالية، بالتالي تأثيرها يكاد لا يذكر على جسم الإنسان أو على جسم المرأة الحامل أو تأثير على الجنين. بشكل عام بحب أقول إنه إذا تاخذت الإجراءات الاحتياطية، لأنه في عندنا سترة من الرصاص بتكون هاي واقية، بتقدر المرأة الحامل كمان تعمل أشعة على الأسنان، ما في مشكلة، ما بيكون الموضوع خطر لهي الدرجة. إحنا بس بنحذر دائما إنه لما بيكون تصوير الأشعة في مراكز أشعة، لأنه هاي المراكز بتحتوي أجهزة برضو أضخم من أجهزة الأسنان، ممكن تتعرض بالغلط المرأة الحامل إلها، فمنحبش إنه المرأة الحامل تروح للمراكز هاي. أما إذا الأشعة المتوفرة بعيادة الأسنان فهي آمنة، ما في أي مشكلة إذا استخدم المعايير الصحيحة. نعم، بالنسبة للجزء الثاني من السؤال، موضوع أنه الحالات يعني الحالات التي تستدعي تدخل سريع والحالات التي ممكن أن تؤجل. تمام، بشكل أساسي الحالات اللي ممكن تسبب ألم وتسبب ألم مستمر للمريضة
بالتالي لا يعني ما في حل إلها إلا تدخل طبيب الأسنان مثل علاجات العصب أو التهابات اللثة. هاي يفضل إنه الدكتور يبلش فيها على طول ويتم علاجها، وما في أي مشكلة، ما راح تسبب مشاكل للمرأة الحامل. طبعاً إحنا يعني نبعد عن الشغلات البسيطة، ممكن تكون تسوس بسيط، ممكن آلام مؤقتة بتروح، هاي نوعا ما نحاول حساسية الأسنان هاي ما نروح لعلاجات فيها، ننصح المريض مثلا باهتمام بالنظافة، بتفرش أسنانه بالخيط الطبي بشكل وقائي لغاية ما تخلص فترة الحمل، وبعدها تبدأ فترة العلاج. بس نعم. بشكل عام نقدر نقول جميع المشاكل نقدر نعالجها خلال فترة الحمل. نعم. باتباع معايير معينة. نعم دكتور، ولكن موضوع تنظيف الأسنان ربما يؤذي المرأة الحامل إذا ما كانت تعاني من مشاكل في اللثة، تورمها أو نزيفها، كيف يمكن التعامل مع هذه الحالة؟ بالنسبة لتورم اللثة والتهابات اللثة، في التهابات لثة بتكون مصاحبة للحمل نتيجة التغيرات الهرمونية، فهذه واردة جدا. بشكل أساسي الموضوع بيعتمد على المريض نفسه أو على المرأة الحامل نفسها في علاج هذا الموضوع. إذا أهملت أسنانها بالتالي راح يصير عندنا تورم وانتفاخات والتهابات في اللثة. بالتالي التنظيف يعني المرأة الحامل لازم تحاول إنه يعني تيجي على نفسها وقد ما تقدر تنظف أسنانها، تستعمل الخيط الطبي، تستعمل المضمضة. هاي الأمور ضرورية جدا عشان تتعافى من مشاكل لقدام، لأنه زي ما قلنا إحنا التغيرات الهرمونية، التغيرات الغذائية، طبيعة النفسية ممكن تطلب السكريات أكثر، تطلب الكربوهيدرات أكثر، بالتالي هذا تأثير كله على الأسنان. نعم. وراح يؤدي لتسوسات. نعم، أخبرني دكتور بالنسبة للأدوية المسكنة للآلام، إلى أي مدى ممكن أن تكون مفيدة لصحة أسنانها للحامل ومفيدة بالتالي لها ولجنينها؟ تمام، إحنا بنروح للأدوية المسكنة أو المضادات الحيوية في حالة وجود مشكلة تستدعي ذلك. طبعا هذه تكون أكيد باستشارة الطبيب، بس بشكل عام إحنا في طب الأسنان أكثر شيء بلزمنا المضاد الحيوي ومسكن آلام. أكثر مسكن آلام هو آمن هو فئة الباراسيتامول اللي هو البنادول والأكامول، هم هذول أكثر مسكنات آمنة بفترة الحمل. تروفن غير آمن، الايبوبروفن هذا غير آمن، يعني هي مسكنات. نعم. الأسبرين هذه مسكنات غير آمنة في فترة الحمل. نعم. بالنسبة للمضادات الحيوية، المضاد الحيوي اللي هو الأموكسيسيلين أكثر مضاد حيوي يوصف، وهو أكثر مضاد حيوي آمن للمرأة الحامل. طبعا إحنا بنحكي كمان عن فترة الرضاعة بالمثل. طبعا في حال عدم وجود حساسية لأي من هاي الأدوية، يعني إذا فيه بالأصل حساسية لهذه الأدوية فإحنا بنبعد عنها. نعم. عشان هيك يفضل إنه أوكي الأدوية هاي آمنة ولكن بعد مشاورة طبيب الأسنان. نعم دكتور، يعني إذا بتعطينا نصائح لكل سيدة مقبلة على الحمل يعني طريقة عنايتها بفمها وأسنانها ولثتها أيضا. تمام، اي يعني اخت انها رايحه على فتره حمل او راح تمرق في تجربه الحمل بدها تكون مهتمه وعارفه ان التغيرات الهرمونيه راح تاثر على اسنانها، راح تاثر على الكالسيوم في اسنانها، بالتالي الاسنان راح تصير اكثر هشاشه، محتاجين لنظافه اكثر، نزيد عدد استعمال الفرشاه، نزيد التنظيف في الخيط. طبعا يفضل بشكل رئيسي انك تزوري طبيب الاسنان يعمل لك فحص كامل، يعمل صور اشعه اللازمه لتتفادي اي مشاكل ممكن تواجهك خلال فتره الحمل. نعم، الاختصاصي بطب الاسنان الدكتور صلاح ابو حطب، بدي اشكرك كثير على هذه الفقره المثمره. شكرا.